مصيبة لما يبقى شحنة باسم أكرم البدري تقف في المينا على شوية ورق تبقى مصيبة. مصيبة ولا مش مصيبة؟ لا قولي أنت يا ماما. سامع؟ أهي قالت مصيبة فعلا. والمصيبة الأكبر يا ماما لما يبقى واحد شغال مع أكرم البدري ويبقى واقف عاجز قدامها. أهو يا ماما شافتك. هانم اكسكيوز مي برنس، الحكاية فيها حاجة، دي مش أول مرة. الموضوع مش شوية أوراق متعطلة ولا دلع موظفين محتاجين حسنة. طب ما تقولي يا أستاذ على السبب اللي يخلي موضوع زي ده يحصل معايا أنا. أنا أكرم البدري. أوكي إكسلانس أوكي. الإفراج الجمركي متعطل لأنهم اكتشفوا إن مواصفات المكن اللي موجودة على الورق غير مواصفات المكن اللي موجودة في الشحنة، فاعتبروا الفرق ده هيخصم كتير كتير من الجمارك اللي المفروض تدفع عليها. مش أول مرة يعني تكون المواصفات مختلفة، ما احنا طول عمرنا كده. لكن دي أول مرة ياخدوا بالهم. آه صحيح، ازاي شوية موظفين هبل زي دولت يفهموا الفرق في مواد هندسية بالضخامة دي؟ برافو اكس اكسكيوز مي، يعني الموضوع كده في حاجة مش عادية. واضح ان اللي بيحرك الموضوع حد معين، حد من بره المينا نبه الهيئة للفرق ده. واضح انه مش اي حد، ده حد بيواجه سعادتك في العلن، علني من غير خوف. يعني مش حتة موظف. تقصد مين يعني؟ الباشا مثلا؟ الباشا. انت اهبل يا صالح؟ اهبل؟ متخيل ان الباشا بالتفاهة دي عشان يعاقبني بوقف شحنة في المينا؟ اوكي بلاش نقول الباشا شخصيا، ممكن يكون حد صغنن بيشتغل معايا. وسعادتك علمتنا ان الصغننين لما بيضربوا بيضربوا تحت الحزام. خلاص يا حسن، دخلت سكة ما فيهاش رجوع. لو خفت محدش هيرحمك، لو فضلت زي ما انت هيدوسوا عليك هم وغيرهم 100 مرة. انت لازم تبقى حد تاني، لازم تتغير قصادهم، تتغير حتى قصاد نفسك، تبقى حد ما يعرفهوش ولا يعرفوا ناويلهم على ايه. بقال الله ما يعزش على اللي خلقه.